أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مدينة كبيرة جدا، إذا سافر منها الرجل قبل الظهر ولم يخرج منها إلا بعد العصر، فهل يجوز له أن يقصر الظهر والعصر ويجمعهما؟ لا يبدأ الترخص للسفر إلا بعد الخروج من البلد ولو كان واسعا، ولو كان البلد واسعا، فما دام في داخله فإنه في حكم المقيم. نعم.